هو البحر هنا في شبه جزيرة كاش التركية المقابلة للجزر اليونانية. الخوف من كورونا هو وحده ما يعكر أجواء الاستجمام في الجزيرة. حر الصيف ولهيب المتوسط لم يمنع مليكة ومحمد من قضاء شهر العسل هنا حيث تزدحم السفن العسكرية. التوتر في شرق المتوسط وتهديد الساسة لا صدى لهما على هذه الشواطئ. صوت البحر وأجواء الفرح لدى هذين الزوجين أعلى من أصوات طبول الحرب. لقد قمنا بالسباحة وممارسة الغوص بالقرب من السفن الحربية، لا أحد يكترث بهم. الابتعاد عن الزحام والبحث عن الهدوء هو ما دفعنا لقضاء شهر العسل هنا. ذهبنا أنا وزوجتي في رحلة بحرية والتقطنا صورا لنا مع السفن العسكرية. مر الصيف ثقيلا من هنا بسبب ما فرضته الجائحة من تضييق على أجواء العطلة. الاقتصاد والبحر أهم عندهم من توتر الأجواء وصخب الحرب. ترتفع حرارة المتوسط مع ارتفاع أصوات المناورات العسكرية، وتزيد من تعكير صفوه أصوات السفن الحربية التركية واليونانية، ولا شيء يشق عباب البحر سوى أصوات المناكفات السياسية. قوات بحرية بمشاركة أسراب طائرات F-16 وقوات خاصة من النخبة يشاركون في مناورات عسكرية بحرية أطلقتها تركيا مع القبارصة الأتراك. رسائل ضغط ترسلها أنقرة بشكل مكثف إلى جارتها أثينا ولمن يقف معها داعما أو متحالفا. وتستمر التصريحات السياسية في التلويح بشبح الحرب بين مد وجزر إلى أن ترسو المصالح السياسية والاقتصادية على طاولة حوار تقودها وساطة تحتوي الوضع المتفجر شرق